عدد من الدول الآن منذ مدة يعني أخذت عملت قوانين تحظر على أبنائها ومواطنيها السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، مثلا تونس وتمنع السفر وتتخذ إجراءات، والتونسيين حكوا عن هذا الموضوع. طيب ليش اضطروا التونسيين الحكومة التونسية أن تتخذ هذا الموقف، مع أنه هي من البدايات أيدت كل ما يجري في سوريا ودعمت ما يجري في سوريا؟ لأنه الذين عادوا إلى تونس أذاقوا المجتمع التونسي والشعب التونسي والمستقبل السياسي التونسي، أذاقوه بعضا مما تذوقه الآن شعوب المنطقة من عمليات إرهابية ومن قتل ومن اغتيال ومن تمرد ومن ومن ومن. طيب تونسي فاق، قال لك إذا هول الجماعة بيكملوا بهالطريقة ما بتصير تونس. راحوا كانوا يملكون العقل والشجاعة ليتخذوا إجراءات من هذا النوع مبكراً.